أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأليم